هبوط كبير قادم، إزاي الذهب والدولار هيتأثروا بتسريع برنامج الطروحات؟ بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تطورات كبيرة في ملف برنامج الطروحات الحكومية، بتشير التوقعات لانخفاض كبير قادم في أسعار صرف الدولار مع تراجعات جديدة بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. أعلن رئيس الحكومة مؤخراً توقيع اتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج الطروحات العامة اللي بيهدف لإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وأيضاً تعزيز ثقة المستثمرين في أجندة الإصلاح الحكومية. وأعلن عن بيع حصص في 5 شركات للمستثمرين وتعهد بالمزيد من بيع الأصول في المستقبل. سادت حالة من الارتباك في سوق الذهب من بعد حديث رئيس الحكومة عن زيادة الحصيلة الدولارية خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانهيار كبير في أسعار المعدن النفيس لأكثر من سبب، منها السماح للمصريين في الخارج بإدخال كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة أيضاً لهبوط محتمل في سعر الدولار خصوصاً في السوق السوداء. يربط كبار التجار والموردين للذهب في مصر تسعير المعدن النفيس بأسعار صرف الدولار في السوق الموازية، وأيضاً بتتراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، وده هينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، واللي من المؤكد إنها هتتراجع لحد ما توصل للسعر العادل أو تتماشى مع أسعار الذهب عالمياً. متوقع تراجع الدولار بالسوق الموازية نتيجة توفير سيولة دولارية، وبالتالي ممكن تتعرض أسعار الذهب لموجة من التراجع، لأن سعر صرف الدولار ضمن 3 عوامل مؤثرة ومحددة لسعر الذهب محلياً، إلى جانب العرض والطلب وأيضاً السعر العالمي. بانكير، نبض البنوك.